الطاقه النفسيه. ده مش معناها بالمناسبه ان الدنيا كويسه ومثاليه طول الوقت وطول العصور. احنا عندنا مشاكل وعندنا، وحتى الشخص مننا عنده في حياته تحديات ومشاكل يوميه واسبوعيه، وعنده قصاد وعنده مشاكل صحيح، وعنده تعثرات وغلا وعنده ومدارس ولكن داخله وجامعه المصريين طول الوقت وطول العصور، ودايما بضرب امثله بعهود كثيره جدا يعمل حروب، وحضرنا ده مش بتخترع يعني. الطبقه الوسطى في مصر عندها ادوات لمواجهه الحياه، من الجمعيات للتدبير الحياه لتخفيض ده وزياده ده، ازود التعليم شويه عشان اقلل كذا، طب مش هنروح مصيف عشان نوفر الدراسه زادت. ده طبعا الوسطى لملمت الامور. ازاي بنعرف انه كانوا يقعدوا ويبقوا في المهم وفي كذا، وحد يقول لك ايه روح عن نفسك يعني. صحيح. يعني صحيح. يعني الحياه تمشي، وانه الحياه تمشي مش بالضروره. الحقيقه انا الطاقه السلبيه دي في جزء، اولا كان ما فيش غير مصر في العالم يعني. بصي مصر عندها مشاكل زي دول العالم كتير، لكن اذا حصل جفاف في قناه بنما يقول لك هل تؤثر قناه بنما على قناه السويس وعلى اذا ضفدعة غرقت في بحر في المحيط الهادي يقول لك ما تاثير غرق الضفدعة على مصر، على الاقتصاد المصري والشعب المصري والاقتصاد بالظبط. هيعملوا طريق دائري حول الكره الارضيه هياثر على قناه السويس. ناهيك عن كمان النقطه المهمه جدا بصراحه، المنصات دي ما بقتش كمان منصات المعادية والناس اللي احنا عارفينهم السوداويين، لا، في للأسف بعض القنوات الإقليمية أو غيره بتلعب دور خيف جدا. جدا واضح. تبقى مصر مودية حاملة طائرات تنقل أصدقائنا وأشقائنا في ليبيا، وبتقوم دور عظيم، ويدوروا على حافة القرش اللي مش عارف كان فين في الخليج. يعني الحقيقة ده كلام يعني مثير للسخرية، وطبعا المنصات دي في جزء منها اصلا دي شغلتهم بيقبضوا عشان